اليوم هذا القمة ديال المرأة التجمعية هي واحد اللقاء جد مهم واللي كان تحضير له على صعيد الأقاليم والجهات عبر اللقاءات الجهوية واللي كان فيها نقاشات جد مهمة فيما يخص المكانة ديال المرأة فيما يخص الاقتراحات ديال التعديلات في المدونة. وهذا يعني الحزب كيعطي واحد الأهمية المكانة ديال المرأة في المشروع السياسي ديالو، لأن كيآمن بأن التمكين السياسي للمرأة والوصول لمراكز القرار هو اللي غادي يخلي يمكنها بالتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، واللي هي في جوهر المعادلة ديال التنمية ديال بلادنا، لأنه ما يمكنش يكون عندنا تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع ديالنا بدون تنمية ديال المرأة والمساواة والحق ديالها والوصول لمراكز القرار. والحزب ديالنا أعطى الأمثلة في هذه الآونة الأخيرة، لأن هذا التنظيم هذا هو أول مرة يكون عندنا بهذه الكثافة، وشفنا يعني نساء اللي وصلوا للبرلمان، وشفنا نساء يعني في الحكومة، وشفنا نساء على الصعيد تدبير الشأن المحلي على الجماعات وكذلك مستشارات على الهيئات المحلية، وهذا جد مهم، وإن شاء الله هذا غير بداية، والمستقبل ظاهر إن شاء الله مع حزب الأحرار.